أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في موقع الهيئة نتيجة الحرائق المتعمدة مصرع 15 فلاحا في محافظات التأميم ونينوى وصلاح الدين. وجاء في البصائر الموصل ازدياد حالات الإصابة بمشاكل السمع جراء دوي الانفجارات خلال الحرب. ونتصفح في المدى واشنطن تبلغ بغداد قريبون جدا من تحديد الجهات التي هاجمت سفارتها. ونطالع في الزمان المحامون ومجلس السلم يحذران من زج العراق في حرب مدمرة. جاء في كتابات الوقف الشيعي يستولي على عقارات الوقف السني بالكامل في نينوى. ونقرأ في القدس العربي الجزاء إحالة أويحيا وسلال وثمانية وزراء سابقين للقضاء بتهم فساد. ونطالع أخيرا وليس آخرا في العربي الجديد الداخلية العراقية ننتظر تسلم محافظ كركوك السابق من لبنان. لا يحتاج المرء إلى كثير من الذكاء ليعرف أن كثيرا من قرارات مجلس الأمن الدولي حبر على ورق آخرها مثل أولها في طريق مغلق لا منفذ منه ولا إليه. والخلاصة الأولى لقراءة القرار الأخير تفيد أن شيئا لم يتغير إطلاقا منذ بداية الاحتلال الأمريكي إلى هذا الصباح. وإذا كتب لنا وكتب الله لنا عمرا فإننا سنقرأ القرار نفسه برقم جديد في عام 2050 طبعا. سيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه واستقراره وازدهاره وأمنه وإعادة الإعمار والمصالحة. ولا يغفل القرار أن يشير إلى برنامج حكومة العراق الوطني لتصدي الفساد وتعزيز المؤسسات الحكومية التي تمتلك مقومات البقاء، وكله إنشاء كما يصف الكاتب. حيث عن تقرير الأمم المتحدة الأخير بشأن العراق و مغالطاته كتب داود الفرحان في صحيفة الشرق الأوسط. وهكذا نحن اليوم إزاء قرارات لمجلس الأمن كلها تكرار لما ورد في القرارات السنوية السابقة، مع أنه تم تغيير الأمين العام الغاني كوفي أنان والكوري الجنوبي بان كي مون، ووصلنا إلى البرتغالي الحالي أنطونيو غوتريش، وما زالت القرارات السابقة نفسها ما دامت حظيت بارتياح الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن. القرارات ليس فيها أي جديد باستثناء تجديد فترة عمل بعثة يونامي. ومصيبة المصائب أو أم المصائب أن قرار التجديد السنوي يصدر بناء على طلب حكومة العراق الحالية والسابقة وقبل السابقة، وكل القرارات والإجراءات لا تتم إلا بموافقة الحكومة، وهي تعدد المجالات التي يطلب من البعثة تقديم المساعدة للحكومة في إطارها، وهي مجالات واسعة جدا، لكن القرار يقرن كل مساعدة بموافقة الحكومة العراقية. لذلك فإن عمل البعثة الأممية يعتمد كليا على ما يقبله النظام الطائفي الفاسد والفاشل. عدنا إلى تصفير العداد مرة أخرى. أما قضايا القمع والانتهاك الجسدي لحقوق الإنسان والتغيير الديمغرافي وتزوير الانتخابات فكلها أمور هامشية لا تتماشى مع إذ يعرب وإذ يرحب وإذ يهيب وإذ يعيد وإذ يشير وإذا يشدد، ولذلك لا أثر لهذه القضايا الحساسة في أي قرار منذ عام 2003 إلى عام 2019. أي تقرير هذا الذي لا يشير ولو بسطرين إلى تصفية الأطباء والعلماء وأساتذة الجامعات والأدباء وحتى الإعلاميين وضباط وطياري الجيش السابق؟ سؤال وجيه. أي تقرير هذا الذي لا يشير إلى اغتيال المتظاهرين واستمرار اعتقال السياسيين وقيادة الجيش السابق بلا محاكمات والإخفاء القسري، أضف إلى ذلك
الآلاف من أبناء محافظة نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى. جاء في المدى: كشف مسؤول أمني عراقي رفيع بأن شكوك الولايات المتحدة حول استهداف سفارتها ببغداد الأسبوع الماضي تحوم حول فصيلين اثنين هما كتائب سيد الشهداء وكتائب الإمام علي، وقد تبلغ الجانب العراقي بهذا. وقال المسؤول العراقي إن الأمريكيين أبلغوا بغداد أيضا بأنهم قد يلجؤون إلى القيام بعملية اعتقال لأفراد الفصيلين في العراق في حال ثبوت تورطهما في قصف السفارة، على غرار ما يجري مع جماعات القاعدة في اليمن وأكثر من مكان آخر، بحسب تقرير نشرته صحيفة المدى. وبحسب المصدر، فإن الفصائل المسلحة في العراق تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية، منها المناوئة لإيران وترفض أن يكون العراق ساحة للصراع الأمريكي الإيراني، مثل سرايا السلام التابعة للتيار الصدري، ومنها المرتبط بعلاقات وثيقة مع إيران مثل بدر والعصائب، لكنها تنأى بنفسها حتى الآن عن التدخل في الصراع. وهناك قسم ثالث غير معروف وليس له تمثيل في البرلمان، ويمكن أن ينخرط في الصراع لصالح طهران في أي لحظة. يذكر أن إطلاق الصاروخ نحو المنطقة الخضراء التي تعد المنطقة الأكثر تحصيناً من الناحية الأمنية في العراق أتى وسط تصاعد التوترات في الخليج العربي، بعدما أمر البيت الأبيض بإرسال سفن حربية ومدمرات إلى المنطقة في وقت سابق من الشهر لمواجهة تهديد غير محدد من إيران. وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن الخطوة الأمريكية جاءت على خلفية تهديدات مصدرها إيران وميليشيات عراقية تحت سلطة الحرس الثوري الإيراني. وأشارت الصحيفة أنه سبق أن أعلنت مجموعة مسلحة غير معروفة أنها بدأت عمليات ثأر ضد القوات الأمريكية بسبب الإفراج الذي تم من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن جندي قتل معتقلا عراقيا عمدا قبل 11 عاما. جاء في كتابات: ليس بالأمر المفاجئ القول إن الاقتصاد العراقي يعد من الاقتصادات الواعدة التي تعرضت لحالات من التدهور في مراحل عدة، فضلا عما صاحب ذلك من تعثر في المساعي الرامية إلى تنميته. ويمكن الجزم بأن السبب الرئيس في ذلك يعود في واقعه الموضوعي إلى جملة من العوامل الموضوعية التي تركت في أرجائه ندبات سلبية عميقة وعميقة الأثر، مع العرض أن أغلب تلك العوامل متآت من تداعيات الحروب وسوء الإدارة وما ظهر من السياسات المرتجلة، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة الفساد بشكل مخيف جدا، بحسب الكاتب لطيف عبد سالم في مقال له نشره موقع كتاباته. من المعلوم أن الاقتصاد العراقي شهد تحولات في نظامه واتجاهاته وأدائه منذ مطلع العقد الخامس من القرن الماضي وحتى يومنا هذا، فضلاً عن تعرضه إلى صدمات عنيفة بفعل رؤى القيادات السياسية التي ترتب عليها إقحامه في ظروف معقدة أفضت إلى زعزعة استقراره وفقدانه فرص التطوير المفترضة. ولعل أبرز هذه المحطات هي الحروب العبثية، والتي بدأت بحرب الخليج الأولى التي دامت 8 سنوات وتسببت في استنزاف نسبة عالية جدا من الاحتياطات الأجنبية التي استخدمت من أجل تمويل الإنفاق الحربي. ومن المهم الإشارة في هذا السياق إلى أن الاقتصاد العراقي يعاني اليوم من كونه أسير العديد من العوامل المقيدة لمحاولات تطويره، إذ ما تزال قطاعات البلاد الرئيسية تعيش التراجع والتشتت وتعتمد على مختلف دول العالم، فضلاً عن المحيط الإقليمي بمهمة تغطية حاجات السوق المحلي. فلا ريب أن العراق أصبح في مقدمة البلدان المستهلكة لبضائع وسلع ضرورية أو غير ضرورية من خارج البلاد، على الرغم من أن البيانات الرسمية تشير إلى أن استنزافه ما يزيد عن 500 مليار دولار في المدة الماضية.
يقول الكاتب: تتجسد المشكلات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد العراقي في عالم اليوم بمجموعة من العوامل الموضوعية التي من أهمها ارتفاع حجم المديونية الخارجية وتباطؤ معدلات النمو وتراجع إنتاج القطاع الزراعي والصناعي والقوانين القديمة المعرقلة لإنضاج البيئات الاستثمارية والاعتماد على الاستيراد الخارجي بنسبة عالية جدا في ظل تفاقم ظاهرة الفساد الإداري والمالي التي أفضت إلى انهيار القطاع الخاص. حقيقة صراع أمريكا في تصعيدها مع إيران في الآونة الأخيرة مع امتلاك إيران لخلايا نائمة وأوراق لاعب في معظم دول الإقليم، هي أن أمريكا بقيادة ترامب تمارس سياسة البراغماتية بأفظع وأفضح صورها، إذ يطلب ترامب علنية أموال دول عربية غنية لدوام حمايتها وحماية مناصب حاكميها، فمن باب أولى أن تكون له اليد الطولى والحصة كلها وليس الجزء الأكبر من أموال ونفط العراق الذي احتلته أصلا دولته قبل تسنمها الرئاسة، وهذا غير موجود في العراق اليوم الذي تغول فيه نفوذ إيران بشكل كبير وسيطرت على العراق وثرواته وسياسته وأصبح متنفسا ومعولا لكسر الحصار والعقوبات التي فرضت على النظام الإيراني. هذا مقال للكاتب خالد إسماعيل في صحيفة البصائر العراقية. جاءت الضغوطات وإعلان الحرب بالتصريحات ولعبة شد وجذب الحبل مرة وتركه أخرى والتصعيد من جهة وخطب الود من أخرى، وليس آخرها ما سمعناه من سحب شركة نفط إكسون موبيل لموظفيها من حقل الجرنة في جنوب العراق. ونحن نعلم أن شركات النفط والأسلحة في أمريكا لها دور كبير في رسم السياسات، فالرسالة هي ترامب يقول صراحة: العراق الذي دمرناه باحتلالنا يجب أن يبقى مصدر طاقة وسوق استهلاك لأمريكا فقط، وقد تعطى إيران حصة نحن نقدرها لتبقى في دورها المقلق والمزعزع لدول المنطقة، ولن نسمح بحصول العكس. نحن العراقيون والعرب مستمرون للأسف في بقائنا ضحايا سياسات ومخططات من لا يريد بنا خيرا ومن يعمل لمصالحه فقط دون الالتفات لحال الشعب. يقول الكاتب: جميع من يقرأ الأحداث يقول أن أي حرب أو صراع سينشب بين أمريكا وإيران فإن العراق سيكون ساحة ووقودا لتلك الحرب أو ذلك الصراع، وتداعياتهما ستكون كبيرة ووخيمة على الشعب المسكين الذي لم يحرك ساكنا لإزاحة الفساد والمفسدين من السياسيين الذين عاثوا في الأرض نهبا وتدميرا، وأنها نتيجة ليست بغريبة ومتوقعة لشعب وأمة تركت أمرها ومصيرها ومقدراتها بأيدي السراق والحاقدين عليها. جاء في العرب اللندنية: علامات استفهام كثيرة تظهر تجاه تحركات الأمم المتحدة في المناطق التي تشهد الفوضى والحروب، خاصة في ظل تنامي شعور عام بأن المنطقة بأن المنظمة بالأحرى تعمل بكيفية تساعد تجار الحروب وتدفع في اتجاه استمرار الفوضى، بحسب الكاتب سالم حميد في مقال له بصحيفة العرب اللندنية. لم تعد ازدواجية قرارات وتحركات منظمة الأمم المتحدة تخفى على أي متابع للأحداث الساخنة في بؤر النزاعات والصراعات والحروب، فكل التجارب تخبرنا أن دور الأمم المتحدة سلبي للغاية ومشجع على إطالة أمد الصراعات أحياناً، وهذا ما يجعل دبلوماسية الأمم المتحدة تبدو على هيئة رعاية مغلفة لجماعات دموية وميليشيات وعصابات يتم اعتبارها أطراف موازية للدول والحكومات والأنظمة الشرعية. نعرف أن الأمم المتحدة ومبعوثيها يتحركون في حقول من الأشواك في ظل عوائق وتعقيدات ومصالح دولية متضاربة، لكن من غير المنطقي أن تظهر الأمم المتحدة وكأنها
تدلل عصابات ومجموعات إرهابية وتمنحها المزيد من الوقت والعديد من الفرص، وقد لا تخفي تضامنها أحياناً مع تلك العصابات، تماماً كما تفعل بعض المنظمات الحقوقية الدولية التي ترفع راية حقوق الإنسان كذريعة للدفاع في بعض الحالات عن إرهابيين يستهدفون أمن واستقرار الشعوب والسكان الآمنين. إن كوارث الحروب تضيف دائماً كارثة أخرى أصبح الجميع يعرفون مدى تأثيرها، وهي كارثة فشل منظمة الأمم المتحدة في التعاطي مع البؤر الساخنة بمنطق ينحاز إلى إنهاء الصراعات. أما الأمم المتحدة فتجاربها الفاشلة والمشكوك في أهدافها كثيرة ومتنوعة بعدد مناطق الصراع وساحاته ومساحاته، سواء في اليمن أو ليبيا أو سوريا، فكلما أوشكت بعض الأزمات على الاقتراب من الحسم تأتي الأمم المتحدة وتحضر في المكان على هيئة منقذ لعصابات الدمار والفوضى، وهذا ما حدث في مدينة وميناء الحديدة في اليمن، حيث كان دور الأمم المتحدة ومبعوثها إسعافيا ومنقذا للحوثيين ويتعامل معهم وكأنهم الطرف البريء، رغم أنهم قاموا بالانقلاب على الحكومة الشرعية وتسببوا في الكارثة التي يعاني منها اليمن وشعبه كذلك. لأكثر من 5 شهور وثورة السودان لا تزال مستمرة في الشوارع وميادين الاعتصامات، مصممة على إزالة العوائق التي لا تزال متمترسة تعيق فتح الأبواب وتعبيد الطرق وأمام قطار الثورة ليمضي محققا أهداف الثورة الرئيسة في الحرية والسلام والعدالة. عن ثورة السودان وتحدياتها كتب الشفيع خضر سعيد في صحيفة القدس العربية. أما تحقيق أهداف الثورة الرئيسية الحرية والسلام والعدالة فسيتطلب فترة طويلة نسبياً، وأعتقد أنه سيحتاج إلى ثورات فرعية أخرى حتى يتحقق، وهذا ليس أمراً غريباً، فثورة السودان مثلها مثل كل الثورات الأخرى في التاريخ قد تحتاج للمرور بعدة مراحل قبل أن تكشف عن كل إمكانياتها وتتبلور في نهاية الأمر بوصفها تكويناً جديداً جذرياً. صحيح أن استقرار وتحقيق أهداف الثورات الأخرى في التاريخ تطلب فترات طويلة جداً، مثل ما كان الأمر في فرنسا، لكن تلك الثورات بما فيها ثورات السودان كانت في ظروف مغايرة تختلف كلياً عن واقع اليوم، ما حيث قلة أو انعدام التجارب السابقة بالنسبة لتلك الثورات، وما حيث المهارات والقدرات المكتسبة عند قوى الثورة اليوم مقارنة بقوى الأمس، وما حيث دور الثورة الرقمية والتكنولوجية الحديثة في تفجير الثورات وتقصير الفترات بين مراحلها، ومن حيث أثار العولمة ودور الظروف الإقليمية والدولية في عالم جديد إلى آخره. كل ذلك سيقلل إلى حد كبير طول الفترة بين المراحل المختلفة للثورة. يضيف الكاتب: لابد من تحديد الهدف الآني للثورة، والذي يتمثل في نظري حسب ما يقول الكاتب في اختلاع نظام الفساد والاستبداد المتسربل بغطاء الإسلام من جذوره، وإصلاح ما خربه هذا النظام في جسد الوطن خلال 30 عاما الماضية. وأعتقد أن زخم الثورة المشهود وما اكتسبته من إجماع غير مسبوق في تاريخ السودان الحديث يجب أن يدفعنا إلى ضرورة بناء أوسع وجبهة ممكنة لتحقيق هذا الهدف. بعيدا عن السياسة وقريب منها بعض الأحيان، الموظفون في إدارة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية ليس لديهم أطفال، هكذا أيضا وكلاء الشباك الإسرائيلي فهم عقيمون. الآباء لأطفال ليس بوسعهم أن يرتكبوا ما يرتكبونه ضد أطفال غزة وآبائهم، هؤلاء الموظفون أيديهم ملطخة بالدماء وأيدي رجال الشباك أيضا ملطخة بالدماء. تقرير لصحيفة القدس العربي يرصد وفاة الطفلة الفلسطينية عائشة. هذه الطفلة الفلسطينية
عائشة اللولو التي اكتشف ورم في دماغها تم إرسالها من غزة إلى مستشفى في شرقي القدس بمرافقة امرأة غريبة لإجراء عملية معقدة في رأسها وإجراء علاج كيميائي غير موجود في غزة المحاصرة. ولم يستطع أي أحد من أبناء عائلتها بما في ذلك جدتها العجوز من مرافقتها. طبعاً بيروقراطية الاحتلال منعت ذلك. الطفلة أرسلت وحدها وهي مذهولة إلى المكان الذي ستحتضر فيه ووعدت وهي مخدرة وملفوفة بشرشف إلى أن توفيت. الأطباء الذين حاولوا معالجتها قرروا وأصدروا نتيجة أن حقيقة كونها وحيدة أثرت بشكل كبير وسلبي على تدهور وضعها. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. دمتم بخير وإلى اللقاء.